نروح إلى تقرير حول عرض عمل مسرحي ببلدية صربة. نحن قلنا فوق الأربع سنين بنعطي اللغة الإيطالية ببلدية صربة، مضوا اتفاقية مع المعهد الثقافي الإيطالي لتعليم اللغة الإيطالية. هيدي نحن تاني تجربة لنا. سنة الماضية قدمنا أول مسرحية اللي هي البوبولو ليبانيزي أفيسكياتو، سفر الشعب اللبناني، وهيدي تاني مسرحية لنا بالتعاون مع بلدية صربة والمركز الثقافي الإيطالي. موضوع مسرحيتنا هو عن دانتي الكاتب الكبير بمرور 700 سنة على وفاته، فحبوا بكل دول العالم يحتفلوا بشاعر دانتي أليجيري. ونحن بمناسبة كمان الأسبوع 21 للغة الإيطالية بالعالم حبينا ننظم نحن هيدي المسرحية. هي قصيدة بيقول الملحمة اسمها لا كوميديا ديفينا، يعني الملحمة الإلهية. عنا ثلاثة أقسام، ثلاثة أجزاء: الجحيم، المطهر، بعدين عنا الجنة. نحن أخذنا القسم الأول اللي هو الجحيم. أبطال المسرحية هن تلاميذ اللغة الإيطالية ببلدية صربة، أعمارهم تتراوح بين 12 سنة وال 15 سنة، حتى في عنا صبية بال 19 سنة. كتير عملنا قراءات، كتير تعمقنا عن دانتي أليجيري، تعمقنا سوا عبر فيديو النصوص تبعه. وهو كمان يعرف بأنه الأب اللغة الإيطالية، لأنه قبل كان نحكي الإيطالي الكلاسيكي، هو بلش بكتابة ديفينا كوميديا الإيطالية العامية. نحن بهذا النشاط صار عمرنا تقريبا 3 سنوات بالتعاون مع المركز الثقافي بالسفارة الإيطالية. صار في تعاون بين البلدية والمركز حول دعم تعليم اللغة الإيطالية لمجموعة من الشباب عندنا بالبلدة، واعتمدنا أسلوب الدعم المادي والمعنوي لنقدر نوصل معهم لنتيجة. بكل صراحة نحن ما كنا متوقعين إنه هالشباب هيدول يقدروا يحققوا بهالسرعة هالنتيجة المتقدمة لهالشكل. يعني نحن تقريبا خلال هالثلاث سنوات الشباب صاروا ملمين نوعا ما بشكل جيد جدا باللغة الإيطالية، صاروا مقدمين مع مسرحيتين لكبار المؤلفين بما فيهم دانتي بمسرحية إحدى كتاباته بعنوان الجحيم. هيدا خلينا نشعر فعليا بالفخر انه نحن عم نحقق نتيجة من وراء هالشي اللي عملناه. واكيد بدي نوه بوزارة الثقافة، بدي نوه بمدام منى رزق اللي هي اهتمت بهالنشاط ودعمت هالولاد وتابعتهم وقدرت استخرجت منهم هالامكانيات، هاي اللي هي فعليا امكانيات رائعة. ان شاء الله بظل هالايام الصعبة نقدر نكفي لقدام. لبنان كل عمره مركز للثقافة، بيروت كانت مركز ثقافة العالمية بوقت من الأوقات، إن شاء الله نقدر نسترد هالدور على مستوى العالم. Siamo arrivati a questo. كمعهد ثقافي إيطالي شجعوا كمان فكرة المسرح خاصة ببلدية صربة. عنا جروب شباب كتير بحبوا المسرح، فهن عم بينشروا كمان ثقافتهم ولغتهم عبر هيدا الشباب، وشجعون ودعمون حتى تيعملوا مسرح ويدعموا حتى لغتهم. وهذا كمان بفضل سيدة اللغة الإيطالية منى رزق. هو كمعهد ثقافي إيطالي عطول بشجع كل شيء ثقافي خاصة باللغة الإيطالية، وعشان حبوا مشروع بلدية صربة وشباب صربة. hanno cominciato a mettere qualche cosa di nuovo. نحن بيهمنا الشباب، نشوف الشباب والصبايا عم بياخذوا انيشيتيف كرمال انه يفرجوا مواهبهم، يفرجوا انه حتى لو انزربنا سنتين بالكورونا، وحتى لو هلا معقول انه مش عارفين حالنا لوين رايحين بهالحاله، انه يكفوا هيك يفرجوا مواهبهم. وهذا بيعطينا، بيشجعنا نحن كشعب لبناني انه نتقدم ونصير مثلهم، انه يكون عنا نبوش نكفي مثلهم. نحن مبدئيا صرنا 3 أشهر عم نشتغل على هيدا العمل مع مجموعة من الشباب والصبايا مع بلدية صربة النبطية. هي هيدا القصة مقتبسة من قصة كاتب إيطالي اسمه دانتي اللي عملناه. أنا حطيت نظرتي كمخرج لهيدا المسرحية، اعتمدت القماشة اللي تكون عم تعبر عن المراحل اللي عم ينتقل فيها نحن من مرحلة لمرحلة خلال مرحلة الجحيم. والحلو بالشباب والصبايا، يعني عادة أنا بكون عم بشتغل هن يكونوا عم يخترعوا المشاهد تعولاتهم،
هن يألفوا المسرحية تعولتهم، وأنا بس بكون دليل أو مساعد لإلهم بس لحتى أكون عم وجههم بالطريقة الصح لنوصل للهدف تعولنا لإنتاج هيدا المسرحية. دور دانتي أنا دوري أنه قودهم برحلة أفكاري. هالمسرحية عن اللي بتحكيها هلأ عن جزء من ديفينا كوميديا هو الإنفيرنو، فأنا عم فرجيكم على أفكاري وعن شو كتبت بهالمسرحية وعن المشاهد اللي رح تمرقوا فيها. هول المشاهد إلهم معاني مدفونة جواتهم، إنه معاني عميقة عن الحياة وهيك، وإن شاء الله نقبركم بالعرض ونفجر مواهبنا لأنه تعبنا كتير على لنحقق هالمسرحية، وإن شاء الله تنبسطوا فينا. احنا كتير تعبنا بالتمرين وهيك، بس اكيد رح نوصل نتيجة كتير حلوة وان شاء الله تنبسطوا فيها. هالمسرحية انا بلعب دور بيعتريتشي، بس مش بس بيعتريتشي، عندي ادوار تانية كمان. وبيعتريتشي هي جاية من الباراديزو، من ثالث جزء بالديفينا كوميديا، هو الكتاب اللي كتبه دانتي أليجيري. بيعتيني من الباراديزو تأجي انك زولاجات.